حسني للأسف طمعه وداه في داهية. اللي حصل؟ لما رجع عم حسني كان مخبي معاه تمثال أوشبتي، وده تمثال حجمه صغير كان المصريين القدماء بيعتقدوا إنه هيخدم صاحبه في العالم الآخر. بعد ما سابك وجري راح علشان يبيعه، وفعلا باعه وقبض الثمن وكان فرحان قوي. وقبل ما يدخل بيته كانت الشرطة عارفة مكانه وقبضت عليه، لأن التمثال كان اتبلغ باختفائه بطريقة غريبة، ولما وصلوا للي معاه التمثال اعترف على حسني. هو كان فاكر إن الموضوع سهل، ما يعرفش إن اللي بيحصل في الماضي بيأثر على المستقبل. بس أنا في حاجة هتجنني، اشمعنى التمثال ده بالذات اللي رجع وما اختفاش زي الصور اللي على مبايل الكنوز أو الملابس المصرية القديمة اللي أول ما بنرجع بيها بتختفي؟ أنا فكرت فعلا في الحكاية دي ومش لاقي ليها تفسير محدد، بس اللي وصلت له وده مجرد احتمال إن أي شيء كمل بشكل طبيعي وعاش لسنين ووصل لزماننا ده هنلاقيه موجود. غير كده لأ، بمعنى أبسط الحاجة اللي موجود منها نسختين هنا وهناك هنلاقيها، زي التمثال مثلا، إنما الحاجة اللي حصلت فجأة أو ملهاش نسخة في زمن منهم مش هنلاقيها، زي الصور والملابس وحاجات تانية أكيد هنكتشفها مع الوقت. بس أنا مبسوطة إنهم قبضوا عليه، يستاهل لأنه عمل حاجة غلط. هديهم بيحققوا معاه، أكيد هيقول على اللي حصل. أنا خايف. لا ما تخافش يا أخي، حتى لو قال هيقول عليه بيحاول يعمل مجنون مش أكتر، محدش ممكن يصدق غير اللي هيشوف بعينيه، ما تقلقش. أهم حاجة اللي حصل قبل كده مش لازم يتكرر. يلا بقى علشان تروحوا، اليوم الدراسي خلص. وبابا واقف برا مستنينا من بعد غياب يحيى وكلامه عن اللي حصل، وهو مصمم يجي ياخدنا كل يوم من المدرسة.